احنا قدام قصر منى عبود، كليه فنون جميله فيها ثلاث مباني ذات قيمه. دلوقتي بنتكلم على قصر منى عبود اللي هو المتحف. القصر في البدايه كان مبنى تعليمي، كان قسم الجرافيك، بعد كده تحول لمتحف الكليه، متحف كليه فنون جميله من سنه 2016. الحقيقه القصر له قيمه كبيره جدا، سواء القيمه المعماريه للطراز اللي هو طراز اللي هو الفيكتوريان جوثيك، لان هو اتبنى في بدايات القرن العشرين. القصر بيضم او متحف كليه الفنون الجميله بيضم 289 عمل من اهم الاعمال البايونيرز، رواد الحركه الفنيه التشكيليه في مصر. فطبعا احنا كنا عايزين نطور القصر علشان اللي هو عايزين نحطه على خريطة المتاحف المصرية، المتاحف على خريطة وزارة الثقافة، بحيث ان اي حد زائر ينزل مصر او حتى المهتمين بالحركة الفنية التشكيلية والثقافية يزوروا المتحف. Corporate social responsibility هو بالكور دي ان اي تبع دهانة جي ال سي. اي شيء بيساعد المجتمع، اي شيء في خدمة اجتماعية، اي شيء بيقدر يحسن الوجه الحضاري للمجتمع، جي ال سي على طول هي بالفور فرونت بهيدا الشيء. Corporate social responsibility ممكن يكون انك ترعى اتليت، Corporate social responsibility ممكن يكون انك تساهم ببناء حي او تساهم بترميم حي. Corporate social responsibility بكلية الفنون الجميلة هون بالنسبة لي أنا ك interior architect I take it very personal. بعرف قد ايه بيأثر ال visual identity أو قد ايه بيأثر ال visual surrounding على ال students وعلى ال even staff تبع ال faculty. فكرنا نجدده، فالحقيقة عرضنا الأمر على شركة جي ال سي، فلقينا ترحيب رهيب جدا جدا، وابتدينا ندرس الموضوع بشكل علمي. قابلنا المختصين في جي ال سي، الطلب مني اننا نبتدي نعمل color reference، نشوف القيمة الحقيقية ايام ما كان القصر في زهوته. عملنا ريسيرش، بحث كبير جدا عن الباليتات، اللي هو حاولنا ندور على صور قديمة للقصر بقدر المستطاع، لكن حاولنا نشوف القصور اللي من نفس الطراز اللي هو طراز الفيكتوريان جوثيك كان بيبقى الوانها ايه. الحقيقه المتخصصين في شركه جي ال سي مشكورين، جابوا لنا مجموعه من الالوان اللي ماشيه مع الباليتا، مع الفايل اللي احنا اخترناه اللي طلعنا فيها الكالر ريفرنس بتاعتنا. وتم فعلا اللي هو الاختيار للثلاث الوان، اللي هو اللون الاصفر المقفول سنه، مع اللون الاوليف اللي هو للشبابيك، مع اللون الابيض سواء الكرانيش او البرامق. اولا كنا سعيدين جدا انه هي اختارتنا لنا، ثانيا كنا حاسين بكثير فخر انه حنساهم ولو بجزء كثير بسيط، انه يكون عندنا بصمه بمبنى تاريخي بوسط حي الزمالك، تابع لكليه الفنون الجميله، تابع لوزاره التربيه والتعليم. بروسيس اختيار اللون، بروسيس الديسكشنز، بروسيس الريسيرش على التاريخ تبع المبنى، هو لمين، ليش انبنى، شو الطراز المعماري تاعولته، كمان كان من اكثر الاشياء اللي خدنا بلاجر فيها. محتاجه اشكر جدا شركه جي ال سي، لان فعلا اللي هو الترميم استغرق وقت، لان هم كانوا مهتمين جدا بعمليه ترميم حقيقيه للمعمار بتاع القصر، جميع الشروخ الموجودة أو شكل الكرانيش، أو يعني فعلا الموضوع ما كانش مجرد اللي هو دهانات خارجية، لا ده كان معالجة حقيقية للمبنى. فإحنا دلوقتي في عملية إعادة توزيع العرض المتحفي بعد الانتهاء من الدهانات، بحيث ان احنا نعمل ري اوبننج للمتحف، إعادة توزيع العروض، الترميم بتاع الأعمال، جميع الأعمال اللي موجودة داخل القصر، بحيث ان يرجع القصر نقدر نفتحه للجمهور وفعلا يستقبل الزوار، خصوصا موقعه في الزمالك في وسط كل الجاليريات وفي وسط كل المتاحف، وبقى يبقى مزار لجميع المهتمين بالحركة الفنية والتشكيلية. واهم حاجة كمان ولادنا، يعني احنا ولادنا طلبة كلية الفنون الجميلة، ان هم يشوفوا اعمال اساتذتهم ورواد الفنون في مصر ويتعلموا منهم. انا نفسي نوصل انها تبقى مرحله اللي هو زي اللوفر وزي اورساي وزي الناس اللي هو مهتمين بالفنون من جميع انحاء العالم، تيجي وترسم وتقعد قدام البينس الاساسيه.
النتيجة بالأخير بفتكر كل العالم مبسوطين رضيانين عنا. دوكيومنتري عم ينعمل لحتى يكون انفيتيشن لأي كلية لأي معهد لأي حدا عنده مبنى أثري وحابب ترمم أو جي ال سي تساعده بمساهمة بالترميم فيه. نحن طبعا بيبنى مفتوح all the time.